عقد معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع مؤسسة منتدى الفيدراليات الكندية ورشة تدريبية بعنوان التدريب على التعامل مع وسائل الإعلام لنساء قياديات في المجتمعات المحلية من مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن مشروع تمكين المرأة لأدوار قيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. هلا هذا المشروع بيجي من ضمن نشاطات المعهد بالتعاون مع كثير من الشركاء اللي بيشتغل مع المعهد منذ إنشائه، لكن المعهد بركز من خلال سياسته على المرأة وشؤون المرأة وتحديدا من الجانب الإعلامي والصحفي في مجال المرأة. فهذا المشروع من ضمن أهداف اللي بيسعى المعهد إلى تهديفه في تحقيقها في مجال المرأة. هذا المشروع يركز على أربع فئات في مجال المرأة. أول فئة نشتغل معها الآن هي المرأة القيادية التي تسعى إلى تطوير مجتمعاتها. انتقينا مجموعة من النساء القياديات بشكل بأكثر من محافظة، حوالي 6 أو 7 محافظات وبأكثر من قطاع، منهم من النساء اللامركزية من البلديات، سيدات نائبات سابقات، ومنهم كذلك أعضاء حملات مجتمعية تسعى إلى تحقيق أهداف مجتمعية. حضرت هذه الورشة لمدة 4 أيام، مضى منها يوم، اليوم هو اليوم الثاني للبرنامج، بحكي عن تمكين المرأة في الأدوار القيادية من خلال تسليط الضوء على الإعلام والتعاطي مع الإعلام. صراحة إحنا في عندنا مشاكل كثيرة تتعلق بموضوع الإعلام ونظرة للإعلام، وخاصة فيما يتعلق بالمرأة القيادية ودورها في الإعلام. صراحة إعلام ضعيف وما بسلط الضوء على المرأة بشكل كبير. هذه الورشة بالتعاون مع معهد الإعلام الأردني إلها أثر كبير على السيدات من خلال تدريبات حقيقية وواقعية عن موضوع الإعلام والتعاطي مع الإعلام في جميع المناطق، وكيف ممكن أن يكون دورها فعال وأكثر بمثل هذه القضايا. تهدف الورشة التي شارك بها 16 من السيدات الرياديات إلى بناء قدراتهن في كيفية التعامل مع وسائل الإعلام والحوكمة من حيث فهم طريقة عمل وسائل الإعلام والتحقق من المصادر الإخبارية وكيفية التحضير للمقابلات التلفزيونية. وتضمن التدريب عرض نماذج مقابلات مختلفة بالإضافة إلى التدريب العملي داخل الاستديو التلفزيوني في معهد الإعلام الأردني. زيادة معرفتنا بما هو الإعلام وكيف أصبح الإعلام. فهناك فارق ما بين إعلام الأمس وإعلام اليوم، تعددت الوسائل وتعددت الأساليب، وهذا ما أظهرته هذه الدورة بالطروحات وبالنماذج الحية، سواء كانت من محطات عالمية دولية أو محلية. فدراسة هذا كيف يصل الخبر وكيف يبرمج الخبر وكيف وما هي دهاليز الإعلام كيف هي، فهذه هي اهتمت بها الدورة وركزت عليه، ولذلك كان لها فائدة كبيرة جدا للمشاركات وأنا واحدة منهم. الدورة كانت يعني بالنسبة لي مهمة، عملها بتضوي تعمل إضاءات على الأشياء اللي أنا عم براقبها في مجتمعنا وفي وطننا العربي وفي العالم كلياته، عم بتنبهني لأنه كيف أنا أطلع للمقابلة التلفزيونية، كيف أطلع على البرنامج التلفزيوني، شو الاتجاهات ممكن تأخذني إلها هذا البرنامج. هلا في برامج سياسية اقتصادية بتاخدك لجانب مش حيادي، فأنا صرت عم بعرف أنا كيف هذا المذيع لما بلقي السؤال إيش ما هو وراء السؤال، كيف لازم أنا أكون أفكاري عن أي حدث بيصير في البلد عندي خاصة بالذات، وكيف أتجنب الإشاعات والكذب في نقل الأخبار. يشار إلى أن منتدى الفيدراليات في الأردن يسعى لعقد شركات مع مؤسسات محلية لتنفيذ هذا المشروع، والذي يهدف إلى زيادة قدرة النساء على المشاركة في الأدوار القيادية وعمليات الحوكمة وتعزيز قدرة النساء والرجال على التأثير في السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتعزيز الشمولية في الحوكمة.
ألاء أبو حمدة، رؤيا.